جلطة القلب هي أشهر مرض بيصيب القلب في الوقت الحالي، وهي أكبر سبب للوفاة على مستوى العالم كله، وهو أكبر سبب لدخول العناية المركزة، وهي أكبر سبب لدخول أوضة القسطرة لعمل قسطرة وتركيب دعامات للقلب. جلطة القلب قبل ما تيجي بتعمل آلام مبرحة في القفص الصدري أو في الرقبة أو في فم المعدة، من هنا تنتشر إلى الذراعين، ممكن تنتشر إلى الظهر، ممكن تطلع لفوق لحد الفك السفلي. الآلام تبقى شديدة جدا جدا، قد يصاحبها تصبب عرق، وقد يصاحبها قيء أو رغبة في القيء، غثيان أو رغبة في القيء، وممكن يتسبب العرق. يصاحبها في بعض الأحيان وهن شديد جدا جدا وعدم قدرة على الحركة وعلى المجهود. يبقى لو حصلت أي حاجة من الحاجات دي، أول حاجة تعملها حضرتك لو عندك أسبرين خد 4 أسبرينات، لأن الوقت مهم جدا جدا جدا.